بسم الله الرحمن الرحيم كيف كتشوفوا امامكم هذا النص امتحان اولمبياد الرياضيات المرحله الثانيه للمستوى الثالث اعدادي ان شاء الله غادي نديروا هذا الامتحان او هذا الاولمبياد ومن الاحسن قبل ما تشوفوا هذا الشريط الفيديو من الاحسن تخدموا هذا الامتحان كامل وتبحثوا فيه وتشاهدوا وتشوفوا جميع الطرق اللي يمكن لكم ديروها باش توصلوا للحل كل تمرين على حده اذا لا درتوا هذه هاد الطريقه هذه يعني من بعد ما تشوفوا هذا الفيديو تيعطيكم اما الحل اما أه، كما تقولوا راس الخيط اما فكره للحلول يعني تقدروا تلقاو التمرين في فيديو اخر او في تصحيح اخر بطريقه اخرى المهم هنا كنعطيكم طريقه من الطرق اللي كاينه لحل هاد التمارين او بعض التمارين ما كاينش طريقه وحده كاينة طرق واحدة المهم كل استاذ كيفاش كيشرح كل استاذ وطريقه ديالو كل استاذ علاش اعتمد كاين اللي كلي تعتمد الدروس اللي فاتت كاين اللي تعتمد الدروس ديال هذا العام هذا ديال المستوى الثالث الاعدادي كاين اللي تعتمد على الذكاء ديالو زائد الادماج ديال المكتسبات اللي اكتسبها من قبل اذا على بركه الله نبداو بالتمرين الاول اذا أو كيف كتشوفوا امامكم أه لدينا اوا بي و سي غادي نزرب واحد شويه غادي نزرب لان راه هاد اولمبيا لا مشيت بشويه وصحيتو غادي ياخذ على الاقل شي ساعه ونص اذا غادي نزرب شويه لانه موجه للتلاميذ اللي تكون شويه أه صراعي في الفهم وراح هذا اولمبيا اوا بي و سي اعداد حقيقيه موجبه بحيث ا في بي في سي كتساوي واحد السؤال اللي قالوا لنا بين ان ا أه على هاد العدد زائد بي على هاد العدد زائد سي على هذا العدد تساوي واحد اذا الطريقه اللي تديرها اغلب التلاميذ هو انهم تقوموا باش تياخذوا العدد الاول هذا كنقسموا منه هذا العدد وكيشوفوا النتيجه واش كتساوي صفر او لا لا كانت كتساوي صفر اذا هذا العددين متساويين لا كانت تخالف الصفر اذا العددين غير متساويين ولكن الطريقه هذه اللي اعتمدها راه طويله وصعيبه باش توحد المقام ديال هذه الاعداد هذه وعاد نقص منها واحد وتوحد معهم المقام راه طويله وغادي تاخذ وقت بزاف وتقدر انك مع الوقت ديال الحل ديال التمرين هذا راك غادي تدخل في متاهه اذا غادي نحاولوا نوحدوا المقام ولكن بطريقه ذكيه هما مادام عطاو لنا هذه اللي كتشوفوا هنا A B C ولا A في B في C تساوي واحد اذا غادي تخدم ولكن خصها تخدم بواحد الطريقه اللي هي ذكيه اذا شكتلاحظوا كتلاحظوا هنايا يعني غادي ناخذوا هذا العدد الاول غادي نحاولوا نحسبوه باش يعطينا واحد ما يمكنناش نبداو بواحد ونرجعوا لهذا اذا غادي نبداو بهذا العدد اللي في اليسار اذا كنت تلاحظوا ان ا بي سي ا في بي في سي كتساوي واحد اذا نقدر نعوض واحد باش ب بي سي هنا وهنا وهنا تقدروا ديروا هذه العمليه هذه يعني فاطمه نعوض ا بي سي ما كايناش نقدر نعوض الواحد اللي كاين هنا وهنا وهنا بهاد ا بي سي ونكمل الخدمه ما نقدرش نعطيكم الحل الكامل ولكن هاد بين طرق نعوض ونشوف من بعد نقدر نحصل على شي مقام موحد اذا نبدا على بركه الله التمرين الاول غادي نزرب واحد الشوية لدينا أ في ب في سي تساوي واحد لنبين أن أ على أ ب زائد أ زائد واحد زائد ب على ب سي زائد ب زائد واحد زائد سي على سي أ زائد سي زائد واحد تساوي واحد كما قلت لكم غادي نعوض هاد الواحد بأ بي سي ونشوف من بعد واش نحصل على مقام موحد إذا غادي ناخد أ زائد أ زائد واحد تساوي أ زائد أ زائد أ بس. سي إذا أعطانا هاد النتيجة هادي عندنا واحد العدد اللي هو عامل مشترك اللي هو أ إذا غادي نعمل بأ غادي نحصل على بي زائد واحد زائد بي سي غادي نبدل الترتيب هادو غادي نحصل على أ زائد بي زائد واحد زائد بي زائد واحد بدلت الترتيب إذن لنا أ ب زائد أ زائد واحد تساوي هذا العدد اللي كتشوفوه أمامكم إذا هذا العدد هذا أصبح هو هذا أش لحظة ما بين هذا العدد وهذا العدد كاين واحد العامل المشترك اذا تا هذا غادي نحاولوا نكتبوه بهذا الشكل اذا ناخذ سي ا زائد سي زائد واحد تساوي سي ا زائد سي والواحد باش غادي نعوضوا ب ا بي سي وغادي نعمل بالسي اللي هو عامل مشترك سي عامل ل زائد واحد زائد ا بي غادي نحاول نرتب هادو من جديد سي عامل ل ا بي زائد ا زائد واحد وحسب الجزء اللي فات قبيلتي ا بي زائد ا زائد واحد نقدر نعوضوها ب ا عامل لي بي سي زائد بي زائد واحد اذا تساوي سي ا عامل لي زائد ب زائد واحد باش نحصل على نفس المقام اذا لنا سي ا زائد سي زائد واحد تساوي هذا العدد اللي كتشوفوا امامكم ما كنبغيش نطقو لان غادي نضيع به على الوقت اذا حصلنا هذا العدد اللي في المقام هو هذا وهذا العدد اللي في المقام هو هذا نعاود نكتب هذه الكتابه هذه بالاعداد الجديده بالتعويضات الجديده اذا غادي نحصل على ا على هذا غادي تعوض بهذا ا بي سي بي زائد واحد زائد هذه ما غاديش تبدل بي عامل على بي سي زائد بي زائد واحد زائد سي ا زائد سي زائد زائد واحد غادي نعوضها بهذا العدد هذا سي على سي ا عامل بي سي زائد بي زائد واحد اش كتلاحظوا هنا هنا الان عندنا عامل مشترك اللي هو شكون هو ما يكونش هذا ما غاديش يكون هذا غادي يكون هذا اذا العامل المشترك غادي نديرو تحت خط واحد سي ا عامل لي سي زائد بي زائد واحد هنا في البسط. فاش ضربت هاد العدد كامل باش حصلت على هاد العدد ضربتو في سي حتى ا آه نضربها في سي اذا ا آه سي زائد فاش ضربت هاد العدد هذا كامل باش حصلت على سي ا آه بي سي ضربتو في سي ا آه. اذا هي بي سي ا آه. زائد فاش ضربت هاد العدد باش حصلت على هذا ضربتو في واحد اذا بقات سي مزيان في البسط شنو غادي نديرو اش كتلاحظو عندنا عامل مشترك تساوي اذا غادي ندير خط سي ا اه عامل لي بي سي زائد بي زائد واحد باش غادي نعمل بالسي غتبقى ليا بي سي زائد ا اه عفوا زائد زائد ا اه زائد واحد بي سي لا اه بي ا اه عفوا بي ا اه حيت عملت بالسي بي ا اه زائد ا اه زائد واحد باش غادي اه هنا غادي نختزل بالسي تساوي بي أ هي أ بي أقل هي أ بي زائد أ زائد واحد و أ بي زائد أ زائد واحد غادي نعوضها باش بهاد العدد هذا إذا غادي نحصل على أ عامل لي بي سي زائد بي زائد واحد على أ عامل لي بي سي زائد بي زائد واحد إش كتلاحظو هنا بعد ما عوضنا بي أ زائد أ زائد واحد بالقيمة ديالها اللي حصلنا عليها قبيلتي أن هاد العددين بامكاني نختزلهم لانه هو نفس العدد اللي كاين في البسط هو نفسه اللي كاين في المقام والنتيجه هي واحد نمر الان للتمرين الثاني انا تنحاول نزرب شي شويه وقفوا الفيديو وعاودوه بشويه التمرين الثاني التمرين الثاني سيقول ا و بي ا و بي عدد حقيقي موجبا بحيث جذر مربع اعلى ب زائد جذر مربع ب على ا كتساوي جذر خمسة بين ان ا اوس 2 على زائد على ا تساوي سبعة اذا باش عادين بدأو؟ عادين بدأو بهذا المعطى هذا باش لهذا غادي لدينا جذر ا على ب زائد جذر ب على ا تساوي جذر مربع خمسة باش ننتقل من هذا العدد لهذا العدد غادي نرفع هذا كامل اس 2 حتى غادي ترفع اس إثنان، باش نوصل لهذا اذا غادي نكتب ا جذر ا على بي زائد جذر بي على ا غادي نزرب شي شويه اس إثنان كتساوي جذر 5 اس إثنان. اذا غادي نرفع اس 2 متطابقه هامه ما نشرحها لكم لانكم نتوما ضابطينها هذه لرفعنا رفعناها اس ا على بي زائد جوج في جذر ا على بي في جذر بي على ا زائد هذا رفعنا اس 2 لنا على ا تساوي خمسة جذر خمسة أس اثنين أ ب زائد جذر أ على ب في جذر ب على أ هادو عددان واحد فيهم مقرب الآخر إذا هذا كيتختزل مع هذا وهذا مع هذا كيبقى لنا واحد إذا في النتيجة بقات لنا جوج زائد ب على أ تساوي خمسة إذا النتيجة النهائية هي أ على ب زائد ب على أ كتساوي الجوج إلا الجهة الأخرى كتولي خمسة ناقص جوج بقات لنا ثلاثة إذا انطلاقا من هاد العدد هاد العدد إلا أس اثنان غادي وخدمناه غادي نحصلوا على هذا العدد هذا اذا غادي نكملوا العمليه ا على ب كما درنا في الحاله الاولى غادي نديروا في هذه الحاله هذه ا على ب زائد ب على ا دائما كنطبقوا الدروس اللي لقينا المتطابقات الهامه تساوي 3 اس 2 غادي نكمل في نفس السطر نشرو هذه هي ا اس 2 على ب اس 2 زائد 2 ا على ب في ب على ا زائد ب اس 2 على ا اس 2 تساوي سعود غادي نرجع للسطر أ أس اثنان على اتنان. زائد اتنان على أ أس اثنان بالنسبة لهاد العددين نختزل أ مع أ و بي مع بي بقاتلنا زائد جوج تساوي سعود النتيجة النهائية هي أ أس اثنان على بي أس اثنان زائد ب أس اثنان على أ أس اثنان كتساوي تسعود ناقص جوج اللي هي سبعة وبالتالي حصلنا على هذيك النتيجه اللي يطلبوا منا نبينوها اللي هي ا او 2 ب او 2 زائد ب او 2 على او 2 تساوي سبعة اذا بسرعه وبعجلة غادي نمر للتمرين الثالث سمحوا لي على السرعه اللي كنتمشى بها لان يعني الامتحان راه طويل شي شويه اذا الان نمر للتمرين الثالث تمرين الثالث التمرين الثالث التمرين قالك ان واحد على واحد في جوج زائد واحد على جوج في ثلاثة زائد واحد على ثلاثة في زائد زائد واحد على في وتسعين في الف كتساوي العدد هذا اذا غادي نبينوها ونكتبو المعطى لدينا آه لنبين عفوا لنبين ان واحد على واحد في جوج زائد واحد على جوج في ثلاثة زائد واحد على ثلاثة في 4. هنا زائد هنا في زائد الى حتى واحد على تسعود تسعود سعود 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 يعني تسعود تسعمية تسعود وتسعين في ألف تساوي صفر فاصلة تسعود 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 يعني تسعمية وتسعود وتسعين هنا خص تكون عندك قوة التركيز والملاحظة قوة الملاحظة خصوصا ماشي التركيز قوة الملاحظة واحد على واحد في جوج زائد واحد على جوج في ثلاثة ميمكنناش نوحدو المقام صعيب راه كاين أعداد هنا أعداد كبيرة بزاف إذا ولكن كاين واحد الملاحظة هنا هاد العدد هذا راه المقام ديالو موحد شنو هو المقام هو واحد في جوج إذا هو أصلا كان عندنا جوج أعداد وحدنا لهم المقام هاد جوج الأعداد خصكم تبحثوا عليهم وتقلبوا عليهم وتشوفوا ذهنيا كيفاش خرجوه نفس الشيء بالنسبة لهذا العدد نفس الشيء بالنسبة لهذا العدد أنا إلا خدمتكم الأولى غادي تفهموا الثانية شنو هو العدد واحد على واحد على واحد في جوج وما كتبوها هذه الطريقة باش تعرفوا تخرجوا التفكيك ديال توحيد المقام ما غاديش نديرو توحيد المقام غنديرو التفكيك إذا هاد العدد كيتسبى بهذا الشكل هي واحد على واحد ناقص واحد على جوج وحدو المقام هذه هادي هي مقام واحد هو جوج تجينا في واحد ناقص واحد هي واحد زائد هذه غادي تكتب واحد على جوج ناقص واحد على ثلاثة يلا درتو توحيد المقام وشوفو هي ثلاثة في واحد ناقص جوج على ثلاثة هي ثلاثة ناقص جوج على جوج وبنفس الطريقة غادي نمشي و نفكو تجينا واحد على ثلاثة ناقص واحد على ربعة زائد واحد على ربعة ناقص واحد على خمسة وغادي نبقاو غاديين 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 حتى نوصلو واحد على اه تسعمية وتمنية وتسعين ناقص واحد على تسعمية وآخر عدد هو هذا اللي غادي تكتب بهذا الشكل زائد واحد على تسعمية ناقص واحد على ألف ناقص هنا تساوي واحد العملية ديال عدد المتقابلان عدد المتقابلان عدد المتقابلان تنشطبو عليهم تبقى هنا واحد على تسع ميه ناقص واحد 998 هنا ناقص واحد على تسع زائد واحد تسع ميه بقات لنا هاد العدد مع هاد العدد الأول غادي نحصلو على واحد زائد واحد ناقص واحد على ألف اللي هي ألف ناقص واحد على ألف بعد توحيد المقام كتعطينا تسعمية وتسعود وتسعين مقسوم على ألف اللي هي في النتيجة النهائية بعد القسمة صفر فاصلة تسعود 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 اللي هي صفر فاصلة تسعمية وتسعود وتسعين من الوهلة الأولى كيبان هاد التمرين هذا بأنه صعيب شي شوية ولكن مني كنخدمو واحد شوية العقل ديالنا شي شوية وخدموا معنا شي شويه كنلقاو بان هذا هي المقام ولا فكنا هذه الاعداد كلها كنلقاو اعداد متقابله ومن بعد كنحصلوا على 0.999 وكاين واحد التمرين كيشبه التمرين هذا هي درت واحد على واحد في جوج زائد واحد على في ثلاثة زائد زائد وعطيتكم هنا واحد على 999 في 100 وتنقول لك احسب هذا العدد لنحسب هذه ما في الاولمبياد وانما هذا سؤال حطيته انا كاستاذ في الاولمبياد في واحد السنه من بنفس الطريقه غادي تخدم هنا ما قالكش باين هنا قالك احسب اذا غنحسبوها بنفس الطريقه على واحد العدد اذا هذا كيتكتب على شكل واحد على واحد ناقص واحد على جوج زائد هذا واحد على جوج ناقص واحد على ثلاثه العدد اللي موراه يكون واحد على ثلاثه ناقص واحد على اربعه واخر عدد غادي يكون هو واحد على 98 وتسعين على ناقص واحد على واحد على ناقص واحد على تسعود زائد هذا العدد الآخر هو واحد على تسعود وتسعين ناقص واحد على مية تساوي الأعداد المتقابلة كتمشي كتعطينا صفر هذا يمشي مع اللي قبل منه هذا غادي يمشي مع بعد منه تبقى لنا واحد ناقص واحد على مية تساوي هي مية بعد توحيد المقام ناقص واحد على مية في النتيجة النهائية هي تسعود وتسعين على مية هي صفر فاصلة نمر إلى التمرين الرابع التمرين الرابع سي و سي إشارة دائرة لهما نفس الشعاع و في نقطة أ بالنسبة للنص هذا الامتحان غادي القاوة في الرابط أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف إن شاء الله إذا من الأحسن قبل ما تشوفوا الحل ديال هذا التمرين هذا تمشيو وتبحثوا فيه وديروا واحد المجهود وديروا مختلف الطرق اللي تقدروا تخدموا بها لان كل ما تدير الطرق كثيره الا وانك تكتسب تجارب كثيره اذا من الاحسن انكم تخدموه قبل ما تاخذوا الحل باش ملي كنعطيكم الحل كيبقى كانني عطيتكم معي راس الخيط باش تفهموا يعني باش كيسهل عليكم الفهمه والاستيعاب ديال هذا التمرين او الحل ديال هذا التمرين اذا ما غاديش نقرا نص التمرين غادي ندوز مباشرة الشكل اللي رسمته وغادي نقرا لكم التمرين من خلال الشكل إذا نحسب الدائرتين سي و إشارة دائرتين متماسكتين في, النق... في النقطة في النقطة أ المستقيم دي المار من, الد... من النقطة أ يقطع الدائرة سي في بي ويقطع الدائرة سي إشارة في كي والمستقيم دي إشارة المار من الن... من النقطة التماس أ يقطع الدائرة الأولى سي في إر والدائرة الثانية في إس السؤال يقول بين أن الرباعي بي ار كيو اس متوازي اضلاع بمعنى خصنا نبينو ان هاد بي ار كيو اس متوازي اضلاع اذا هنا خصنا نخدم القواعد ديال متوازي اضلاع وفي المستويات السابقه قريتو بان متوازي الاضلاع القواعد بين قواعد متوازي الاضلاع ان قطري متوازي الاضلاع يتقاطعان في منتصفيهما وهذه هي القاعده اللي غادي نخدمها في هذا التمرين هذا اذا غادي بان قطري المتوازي الاضلاع يتقاطعان في منتصفيهما اذا خصني ان ا منتصف بي و ا منتصف ار اس اذا باش نبين ان ا منتصف بي و ا منتصف ار اس خديت واحد الطريقه اللي كتعتمد على الدرس اللي قريته في السنة الفارطة اللي هو المثلثات المتقايسة نلخص بأن واحد المثلث إذا الأضلاع المتناظرة والزوايا المتناظرة تكون متقايسة ومنه غادي نقدر نلقى بأن واحد الضلع كيساوي واحد الضلع آخر إذا بلا ما نطول عليكم نعتبر هذا المستقيم هذا اللي كتشوفوا أمامكم اللي هو قطر الدائرة الأولى زائد قطر الدائرة الثانية نعتبر واحد النقطه ام اللي هي نقطه تقاطع هذا القطر مع الدائره الاولى و ام اشاره هي نقطه تقاطع القطر ديال الدائره الثانيه مع الدائره نعتبرنا هذا المثلث هذا اللي كتشوفوه امامكم غدارسموه بالكحل وهذا المثلث هذا علاش اعتبرت هاد المثلثين لان هاد المثلثين المثلث الاول فيه ا بي والمثلث الثاني فيه ا كي ولا بينت ان هاد المثلثين هادو متقايسين اذا بالطبع يكون هاد الضلع هذا كيساوي هاد الضلع اذا ا منتصف هاد الضلع اذا خصنا نبينو هاد, هاد المثلثين بان هاد المثلثين متقايسان ناخذ المثلث الاول بي ام ا والمثلث الثاني ا ك ام اشاره خصنا انهما مثلثان متقايسان حسب القواعد اللي قريتو السنه الفارطه باش يكون مثلثان متقايسان خصني نلقى على الاقل زاويتان في كل مثلث زاويتان في المثلث تساوي زاويتان في المثلث الثاني زائد ضلع في المثلث الاول وضلع في المثلث الثاني اذا اش بالنسبه للمثلث الاول هذا المثلث بي آ إم غادي نزرب شي شوية كتلاحظوا أن الوتر ديالو الوتر ديالو شتوه هو قطر الدائرة المحيطة به ولا الوتر ديالو هو قطر الدائرة المحيطة به فإن هاد المثلث قائم الزاوية في بي هذه القاعدة قريتوها العام اللي فات ولا بغينا نخدمو القاعدة ديال هذا العام هذا واعتبرنا أن أ أو زاوية مركزية هي هذه اذا القياس ديالها مادام مركزيه ومستقيمه القياس ديالها 180 درجه وهذه الزاويه هذه راها محيطيه وتحصران نفس القوس اذا مرتبطه بها وكتعرفوا ولا غادي تقراو بان الزاويه المحيطه تساوي نصف المركزيه اذا لا كانت فيها 180 هذه غادي تكون فيها 90 اذا هذه بالنسبه للدرس ديال المستوى الثالث ولا بغيت نبرهنها هنا بالنسبه للدرس اللي قريته في السنه الثانيه بما ان هذا المثلث هذا وتروه هو قطر الدائره المحيطه به فانه قائم الزاويه اذا لقيت بأنها لقائم الزاويه اذا هاد الزاوية كتساوي 90 درجة وبنفس الطريقة اللي اعتبرنا هاد المثلث أ كي إم إشارة إما نخدم القاعدة ديال المستوى الثالث أو المستوى الثاني نخدم المستوى الثاني وتروه وتروه هو قطر الدائرة المحيطة به إذا هاد المثلث قائم الزاوية إذا ما احتاجش نشرح بزاف إذا هادي فيها 90 إذا لقيت واحد الزاوية في المثلث الأول فيها 90 ولقيت زاوية في المثلث الثاني فيها 90 بقى خصني نقلب على الزاوية الثانية شكون كتلاحظوا بالنسبة لهذه الزاوية هادي مع هذه الزاوية هذه زاويتان متقابلتان بالرأس كنزرب شي شوية سمحوا لي إذا زاويتان متقابلتان بالرأس إذا هذه الزاويتان متقايستان هذه معلومة خصكم تكون عارفينها وبما أن هاد الزاوية في المثلث الأول كتساوي هاد الزاوية وهاد الزاوية في المثلث الأول كتساوي هاد الزاوية إذا حتى الزاوية الثالثة تكون مساوية مع الزاوية الثالثة لأن كنعرفوا أن مجموع زوايا مثلث كتساوي 180 درجة إذا الزاوية الأولى كتساوي الأولى الثانيه كتساوي الثانيه والثالثه كتساوي الثالثه وغادي نزيدو الشرط ديال الضلع في كل مثلث ناخذ الضلع ام هو قطر للدائره اذا تيساوي الضلع ام اشاره اللي هو قطر في الدائره الثانيه اذا الضلع ا ام في المثلث الاول يساوي الضلع ا ام اشاره في المثلث الثاني ومنه بهذه ثلاثه المعلومات زاويتان زاويتان وضلع اذا المثلثان متقايسان ومنه الاضلاع الزوايا المتناظره متقايسه وحتى الاضلاع المتناظره متقايسه ومنه ا بي كتساوي ا اذا لقينا ان ا بي كتساوي ا بالاعتماد على كون ان المثلثين ا و ا اشاره متقايسان اذا حنا لقينا الاولى وبنفس الطريقه غادي ان ا هي منتصف القطعه اس ولقينا ان ا اس اذا حسب المعلومات كتقول ان قطري متوازي اضلاع يتقاطع في متصفيهما اذا هذا الرباعي متوازي اضلاع بنفس الطريقه نعتبر المثلث ا ار ام غادي والمثلث اس ام اشاره حتى هو غادي نلونو بالاحمر بنفس الطريقه غادي نبينو ان هاد المثلثين متقايسان بنفس الطريقه باعتبار هاد المثلث هذا وتره هو قطر الدائره المحيطه به اذا هاد المثلث قائم الزاويه وبنفس الطريقه باعتبار هاد المثلث هذا اس ام اشاره ا وتره هو قطر الدائره المحيطه به اذا قائم الزاويه في هاد النقطه هادي وبما ان هاد الزاويتان هادو اللي كتشوفوهم امامكم هادو ديال المثلث الاول والمثلث الثاني متقابلتان بالراس إذن هاد الزاويتان متقايستان وبنفس الشيء هذه الزاويه اللي بقات مع هاد الزاويه هذه اللي بقات هنايا حتى هما لان مجموع زوايا مثلث تساوي 180 درجه ومنه هذه كتساوي هذه هذه كتساوي هذه وهذه كتساوي هذه بقى الضلع شكون هو الضلع هو الضلع ام كيساوي ال ام اشاره وبرهنا عليها في الجزء الاول لان قطري الدائره وفي نفس الوقت ضلعين للمثلثين الاول والثاني اذا ا ام كتساوي ا ام اشاره اذا بهاد ثلاثه ديال الشروط هاد المثلث هذا يقايس هاد المثلث ومنه الاضلاع المتناظره متقايسه اذا ا اس كتساوي ا ار وبما ان ا بي كتساوي ا و اس كتساوي ا فإن أ منتصف بي ك و أ منتصف إس إر و منه بي إر ك إس متوازي أضلاع دابا هاد غادي كامل بلون آخر اذا شفت لاحظوا ان هذا الرباعي بي ار كي أس قطريه يتقاطع في منتصفيهما الحل غادي نعطيه لكم مكتوب واجد هو هذا نقراه عليكم نعلم ان قطري متوازي اضلاع يتقاطعان في منتصفيهما اذا يجب ان نبين ان ا منتصف بي كيو و ا منتصف اس ار ليكون بي ار كيو اس متوازي اضلاع نحسب المثلث ا بي ام راه سبق لي شرحتها هو ا ام وقطر الدائره سي المحيطه به اذا ا بي ام مثلث قائم الزاويه في بي اذا ا بي ام كتساوي 90 درجه ونحسب المثلث الثاني ا كيو ام اشاره وتروه ا ام اشاره وقطر الدائره سي اشاره المحيطه به اذا ا كيو ام اشاره مثلث قائم الزاويه في كيو اذا ا كيو ام اشاره تساوي 90 درجه اذا 90 في الاول 90 في الثاني ها هي عطيتها هنايا و كيو ام اشاره تساوي بي أ إم إشارة لأنهما متقابلتان بالرأس وشرحتها راحت؟ وعندنا عين أ إم كيساوي أ إم إشارة إذن تحقق تحققت الشروط الثلاثة إذن المثلثان أ بي إم و أ إم إشارة متقايسان ومنه الزوايا المتناظرة وأيضا الأضلاع المتناظرة متقايسة وبالتالي أ كي كتساوي أ بي أ منتصف بي كي وبنفس الطريقة وباعتبار مثلثين أ إم و أ إس إم يعني أ إر إم و أ إس إشارة نبين ان ا ار تساوي ا اس وبالتالي ا منتصف اس بنفس الطريقه كما بينا ا منتصف بي انا سابرو نفس البرهان وغادي نبينوا ان ا منتصف اس ار اذا الضلعين AQ آه مش ماشي عفوا PQ وSR و اس يتقاطعان في منتصفيهما وبالتالي بي ار اس متوازي اضلاع اذا غادي تسمحوا لي على انا نزربت بزاف نظرا لان التمرين لا ماشي تحت شرحته بشويه راه غادي ياخذ لي على الاقل واحد نص ساعه زائد واحد ستة 8 5 8 كيسينوني اللي منهم ثلاثة وهذا هو الرابع ومازالين جوج، إذا غادي يمشي الأولمبياد تقريبا في واحد الساعة أو ساعتين الشرح. مع العلم أن التلامد ديال الأولمبيات تيكونوا تلامد شي شوية خفافين في الفهم، ذكيين تيكونوا صراعين في الإجابة وصراعين حتى في الفهم. إذا واخا زرب شوية خصهم يفهموا، ولا تعذر الفهم ولقى بأن زربت، يقدر يوقف الفيديو بشوية ومن بعد يعاودوا بشوية بشوية حتى يكمل. نمر الى التمرين الخامس التمرين الخامس الفقيه الزاويه حاده حيث طونجونت الفا زائد واحد على أه كوسينوس الفا كتساوي خمسة لنحسب سينوس الفا وكوسينوس الفا اذا المعطيات كتبتها في هذه الورقه ديال التصحيح عندنا طونجونت الفا زائد واحد على كوسينوس الفا كتساوي خمسة غادي نحسب كوسينوس الفا وسينوس الفا او العكس اذا الاعتماد على هذا المعطى وعلى شي قاعده اللي قريتوها في الدرس دابا نشوفوها غادي نخرجوا الكوسينوس الفا والسينوس الفا اذا هنايا يعني. كتعرفوا ان طونجونت الفا كتساوي سينوس ديال الفا على كوسينوس الفا زائد واحد على كوسينوس الفا تساوي خمسة اعتمادا على هذا المعطى وقواعد اللي كاينه في الدرس اللي هي قواعد بسيطه وركم قريتوها عارفينها اذا غادي نوحدو المقام هذه هي سينوس ديال الفا زائد واحد على كوسينوس الفا تساوي خمسة غادي نكملوا اذا سينوس ديال ألف عفوا سينوس سينوس الفا زائد واحد كتساوي خمسة في كوسينوس الفا ما كتحول ضرب إذا سينوس الفا صبحات هي خمسة كوسينوس الفا ناقص ناقص واحد إذا حنا كتبنا السينوس بدلالة الكوسينوس إلا حسبنا الكوسونيس غنقدو نخرجو السينوس إذا نعقلو على هادي مزيان حسبنا السينوس بدلالة الكوسينوس يعني في الأخير فاش غادي نحسبوا الكوسينوس نقدوا نعوضوا في القيمه ديالو هنا ونخرجوا السينوس وغادي نخدم واحد القاعده في الدرس اللي كتقول ونعلم اعلم ان قاعده مشهوره كوسينوس الفا اس 2 زائد سينوس الفا اس 2 غادي كنزرب شي شويه لان راه الاولمبياد طوال شي شويه ولا هذا النموذج عطيته لكم طوال شويه غناخذوا هذه القاعده هذه وغادي نعوضوا فيها السينوس ديال الفا بهذه القيمه ديالها اللي هنا باش نحصلوا على مجهول واحد اللي هو كوسينوس د الفا اذا هذا السينوس د الفا غادي نعوضوها بهذه القيمه غادي نحصلوا على كوسينوس الفا اس 2 زائد هذه غادي تعوض بهذه القيمه 5 كوسينوس الفا ناقص واحد ما تنساوش اس 2 تساوي واحد النشر كتعرفوا النشر كوسينوس ألفا أس إثنان زائد خمسة كوسينوس ألفا أس إثنان هي خمسة كوسينوس أس إثنان ألفا ناقص جوج في خمسة في واحد كوسينوس ألفا زائد واحد أس إثنان تساوي واحد نكمل خمسة كوسينوس ألفا زائد سينوس مربع ألفا هي مربع ألفا ناقص جوج كوسينوس ألفا جوج في خمسة عشرة باش ما ما في من الفيديو زائد واحد وهذا واحد ادينا الجهه الاخرى كيساوي واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد هي صفر اذا حصلنا على 26 كوسينوس مربع الفا ناقص عشرة كوسينوس الفا كتساوي صفر نأخذ هذه القيمه هذه نديوها للجهه الاخرى 26 كوسينوس مربع الفا كتساوي عشرة كوسينوس الفا بعد واحد عملية الاختزال لأن ألفا قياس زاوية حادة ومادام عطاونا هنايا أن واحد على كوسينوس ألفا إذا هاد القيمة هادي هاد العدد إذا كوسينوس ألفا راه كتخالف 100 في صفر إذا بإمكاننا نختزلو مباشرة بالكوسينوس ديال ألفا أجينا هي ستة وعشرين كوسينوس ألفا تساوي عشرة إذا الأمر دابا سهل كوسينوس ألفا ولات هي عشرة على ستة وعشرين من بعد الاختزال هي خمسة على 13 اذا حنا لقينا كوسينوس الفا شنو بقى اما نعوضوها هنا ونحصلوا على سونس الفا اجي نعوضوها ونشوفوا اذا لدينا لدينا سونس الفا تساوي خمسة كوسينوس الفا ناقص واحد تساوي خمسة في خمسة على تلتاش ناقص واحد تساوي خمسة وعشرين على تلتاش ناقص واحد بعد توحيد المقام هي خمسة وعشرين ناقص تلتاش على تلتاش اللي هي 12 على تلتاش وبالتالي سينوس ألفا هي 12 على تلتاش وغادي نأطروها وغادي نكونو سالين السؤال اللي طلبو منا ولا بغينا نتأكدو بأن

إذا مية وتسعة وتسعين على هي واحد الآن نمر إلى تصحيح التمرين السادس لتكون ألفا قياس زاوية حادة حيث إذا هذا هو المعطى اللي غادي نخدمو به نعقلو عليه مزيان إذا حيث كوسينوس إكس زائد سينوس إكس كتساوي في عفوا في كتساوي واحد على جوج السؤال يطلبو منا أحسب سينوس إكس زائد كوسينوس إكس اذا باش نحسبو سينوس د اكس زائد كوسينوس د اكس غادي على هذا المعطى هذا وعلى واحد القاعده راكم قريتوها في الدرس اللي هي كوسينوس مربع د اكس زائد سينوس مربع د اكس كتساوي واحد نعلم ان حسب القاعده ديال الدرس باش كتلاحظوا بالنسبه لهاد القاعده هذه دي ديال الدرس هي اللي غادي نبداو منها حل لهاد التمرين كوسيس مربع اكس زائد سيس مربع ديكس راه بدايه متطابقه هامه البدايه متطابقه الهامه شكون اما الثانيه اما الاولى اللي كتكتب بهذا الشكل الا خدينا كوسينوس اكس زائد سينوس اكس ورفعناها اس 2 اذا كتطبقوا المتطابقات الهامه ابتداءا من السنه الثانيه اعدادي الى حتى التسالي وقريتكم ان شاء الله وما غاديش تساليوها لان العلم ما كيتسالاش غادي نشرو هذه غتجينا هي كوسينوس اكس اس 2 زائد سينوس اكس اس 2 زائد جوج كوسينوس اكس سينوس اكس هي ا أوس اثنان زائد بي أوس زائد جوج ا هنا الترتيب بدلتو كوسينوس مربع زائد سينوس مربع تتعطينا واحد زائد جوج كوسينوس إكس سينوس إكس جوج كوسينوس إكس سينوس إكس مني غادي نجيبو النتيجة أو الخارج أو القيمة ديال كوسينوس إكس سينوس إكس خلال هذا المعطى اش كنعرفوا ان كوسينوس اكس سينوس تساوي جوج اذا نجبنا هذه القسمه رديناها ضرب هنا غتولي جوج كوسينوس اكس في, إكس إذن إكس في إكس كتساوي واحد اذا جوج كوسينوس اكس اكس كتساوي واحد حسب هذا المعطى ومن هذه ولات تصبح تساوي تساوي واحد زائد واحد كتساوي جوج ومن كوسينوس اكس زائد سينوس اكس كتساوي جدر مربع اثنان اذا هذه هي النتيجه نمر ان شاء الله الى التمرين او انتهينا شكرا لكم على المتابعه آه تلفت لان راه التمرين كان طويل شي شويه وانا كنحاول نسرع اذا نتمنى من الله ان نكون فدتكم وراني صاحت شويه لان هاد خصوصا النوع ديال التمارين موجهه للتلاميذ اللي هما تيكونوا شي شويه عند ممتازين في ماده الرياضيات والمقبلين خصوصا على المرحله الاولى او المرحله الثانيه في الاولمبياد او حتى المرحله الثالثه لان ما كيختلفوش تبقى الصعوبه هي نفس الصعوبه تبقى على التلميذ كما كان المستوى ديالو انه يجتهد ويخدم ويبحث كل بحث راه ما كيضيعش هكاك راه كيستافد منه مستقبلا او في خلال السنه ديالو او مستقبلا ان شاء الله في سنوات ديال الثانوي ويقدر يكمل من بعد ان شاء الله ديال الجدع المشترك الاولى باك والثانيه باك الى اخره ونتمنى الله ان تكونوا استفدتوا بالتوفيق ان شاء الله شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله